مساء الخير مساء النور. اليوم في برنامج ريبرتوار استاذي الكبير استاذي عبد الوهاب غادي نتحدثوا. الاسبوع اللي فات تحدثنا على اغنيه فرحه طنجه، اليوم سنتحدث عن اغنيه اخرى يعني كانت بالنسبه لي واحد النقله في مجال الفني والموسيقي ككل، هي اغنيه ماشي عدتك هادي. يعني ماشي عدتك هادي يعني من الاغاني اللي لحنها الراحل عبد القادر الراشدي، وما ننساوش على ان استاذي الكبير استاذي عبد الوهاب يعني غنى للراحل عبد القادر الراشدي مجموعه من الاغاني غنتحدثوا عليها فيما بعد. فاليوم رأيت انني غنتحدث على الاغنيه ماشي عدتك هادي، وفي نفس الوقت كنشكر استاذي الكبير استاذي عبد الوهاب التطواني على دعمه المتواصل وعلى نصحه الدائم وعلى انه دائما الى جانبي. في نفس الوقت كنشكر كل الباحثين، كل المهتمين، كل من يساندني سواء يعني فيما افعله يعني افتراضيا او على ارض الواقع في خدمه الثقافه الفنيه كباحثه وكمسيره الفنيه. يعني كنتمنى على انني نكون خدمه الثقافه الفنيه شيء مهم، لان هي الهويه الثقافيه المغربيه والحفاظ على يعني ثقافتنا وهويتنا شيء مهم للاجيال القادمه. فكنتمنى انني نكون كنوضع شيء يعني كنعطي شيء حاجه مهمه لاجل خدمه التراث المغربي والثقافه الفنيه المغربيه. اليوم نتحدثوا على اغنيه ماشي هاتك هادي. ماشي هاتك هادي من الاغاني اللي كيعتز بها استاذي الكبير استاذ عبد الوهاب، واللي هي برزات في واحد المحطه اللي كما قال لي انه ما كانش لم يكن يعني انه يعني كيعرف او كيتوقع هذا النجاح هذه الاغنيه اللي دامت عقود وسنين الى يومنا هذا. يعني كما قال لي على انه هذه الاغنيه يعني هي بالنسبه لي عباره عن سر من اسرار الحياه الفنيه الجميله اللي عاشها وكيعيشها دائما وكفنان، ومازال كيعطي من الرواد اللي مازال كيعرف في الساحه الحمد لله، ومازال كيشتغل يعني من اجل خدمه الثقافه الفنيه الراقيه. فكما اكد لي على انه لم يكن هو الذي كما قال لي غادي يغنيها في البدايه، فقد كان مقرر على انه غادي يغنيها عبد الواحد الفنان عبد الواحد السميلي. لكن شنو وقع على ان الظروف حالت دون ذلك، والسبب هو ان الفنان عبد الواحد السميلي كان من النوع اللي لم يحترف في الغناء في المجال في تلك الفتره، بل كان هو فقط ملاعن ومهتما فقط بالاغنيه المغربيه والعربيه. لهذا اسندت الاغنيه لاستاذي الكبير استاذي عبد الواحد الطواني اللي يعني اسندها عبد القادر الراشدي رحمه الله. اذا هنا يمكن ان نقول هذه الاغنيه هذه يعني قال لي على انها كانت يعني جاءت يعني كتبها عبد القادر الراشدي يعني كتبات يعني كتبها عبد القادر الراشدي وغيرها وغيرها في سياق اساسي مهم، وهو انه كان باغي كيفكر على ان تكون هذه الاغنيه كالضاهي اغنيه كان كل ما كان ليه لراحل الفنان يعني محمد عبد الوهاب. اذا هنا حاول عبد القادر الراشدي، لان ما كننساوش الراحل ان عبد القادر الراشدي كان يستطيع ان يمزج ما بين المغربي والمشرقي، فكان عنده هاد القيمه المضافه اللي ضافها للاغنيه المغربيه وعطى واحد انماط موسيقيه مختلفه. وما ننساش انه الراحل عبد القادر الراشدي انه كتب في القاصد وغير ذلك. اذا يمكن ان نقول انه كانت عنده واحد الفكره الراحل عبد القادر الراشدي انه يدير اغنيه يعني كما كيقولوا كالضاهي او كل ما كان لي التي لحنها محمد عبد الوهاب من خلال يعني من خلال الموسيقى والتنقلات الايقائيه والنمط اللحني يعني في مختلف في الاغنيه. وواصل استاذي الكبير استاذ عبد الوهاب على قائل ان من الطرائف الكثيره لهذه الاغنيه ان اليوم الذي سجل، قال لي ان اليوم الذي سجل فيه الاغنيه يعني كان هو كان
كان الصوت ديالو يعني مري، يعني مري الصوت ديالو يعني اصيب بالبرد كما كيقول، الصوت ديالو كما كيقولوا يعني ما قادرش انه يغني بالصوت يعني بحكم ان الصوت ديالو كان ضربو البرد في ديك المرحله. فمع ذلك اصر الراحل عبد القادر الراشدي انه يغنيها، وقال له غير توكل على الله سبحانه وتعالى، لان راه غادي هاد الاغنيه غادي تلقى واحد كما كيقولوا واحد الانتشار واسع. وفعلا كنظن ان يعني امل بالنصيحه الراحل عبد القادر الراشدي وغناها، وفعلا هاد الاغنيه يعني عطات واحد الصدى في الستينيات من القرن الماضي، وكان عندها ومازال كتغنى الى يومنا هذا. اذا كان راه عبد القادر الراشدي كما قال الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الواحد التطواني على انه دائما كان كيفكر الخير الفنان، كان دائما كيحاول يحفزهم انه واخا تكون عندك يعني عندك شيء يعني كيعيقك، مثلا هو كما قال الاستاذ كان عندي البرد ما كانش عندي القدره على الغناء، ولكن حفزه باش يغني، وفعلا عطات هاد الصدى، وما كانش داك الاحساس بانه راه مريض بالبرد ولا غيره. بالعكس كان دازت هذيك الاغنيه وتسجلات بواحد الطريقه راقيه. يعني يمكن نقول ان الى لاحظنا واحد الشيء مهم، وهو انه يعني كما قال الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الرحمن على ان هناك مجموعه من الاغاني اللي اشتهر بها كشاكي باكي ها انت مازال وغيرها من الاغاني اللي اشتهر بها واللي غناها، وما ننساش انه غنى الكثير من الالحان الراحل عبد القادر الراشدي. ولكن اكد لي على ان ماشي عدتك هادي يعني كانت بالنسبه لي واحد النقله نوعيه في الموسيقى المغربيه. علاش؟ لانه ما ننساوش ان الفنان الراحل اسماعيل احمد كان ولكن يعني كان هو بدوره غناها، ولكن لم يسجلها في الاذاعه، على الرغم على انها يعني هاد الاغنيه كما قلنا تغنت على مسرح محمد الخامس، وتبتت ثلاث مرات على الشاشه التلفزيونيه بعد سنوات. اذا غادي يعطيها يعني كما قلنا اسماعيل احمد، كذلك الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الرحمن. اذا هنا يمكن نقولوا اذا يعني هنا منحته وحققت معها الذات، هو كيقول انا حققت معها الذات، وكانت الانطلاقه ليه مع الراحل عبد القادر الراشدي اللي غادي يجي من بعد اغاني كثيره 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 كما قلنا. اذا بالنسبه لي اللي بغيت نقول هو ان ماشي عادتك هذه هي اغنيه يعني كانت يعني من خلال ما من خلال يعني اننا اني كنت كنتكلم مع استاذي الكبير استاذ عبد العثماني، قال على انها كانت بالنسبه ليه نقله نوعيه في الاغنيه المغربيه. رغم شوف كما كنقولوا انها جزء مهم، يعني هو كيعتبر اغنيه ماشي عادتك هذه جزء مهم من مساره، لانه كيتذكرها وكيقول هو جزء من يعني جيل الستينيات كيتذكروها، وانها عرفات انتشار كبير وحققت واحد يعني واحد الانتشار كبير في المغرب وعربيا كذلك. اذا يمكن ان نقول على انه وكان دائما اعطانا واحد النقطه مهمه، قال ان المغفور الملك الحسن الثاني كان دائما كيقول له غنيها ليه، يعني وكانت هذه الاغنيه مطلوبه يعني في ديك الفتره، وكان كيغنيها باحساس، وكانت اغنيه عندها تاثير كبير في الـ في الـ في الـ يعني في ابراز يعني كما كيقولوا محطه اخرى في الاغنيه المغربيه. يمكن نقولوا انه انا يعني هذا اهم شيء، يعني حاولنا نتحدثوا على اهم النقط في اغنيه ماشي عادتك هذه، كيفاش بدات، كيفاش كانت الفكره، كيفاش جات، وكيفاش انه استطاع استاذ عبد الواحد التطواني على انه يعني انها تكون هذيك الاغنيه هي يعني القيمه الاضافيه له، واللي عطاتو واحد الشحنه وعطاتو واحد البدايات قويه اللي غادي تجي من بعد اغاني بحال اغاني كثيره بحال ظلمتيني اللي فات ما يقول اغاني مع عبد القادر الراشدي الله يرحمه. اذا بالنسبه لي كيقول ليا على ان محطه الراحل عبد القادر الراشدي بالنسبه له كانت اهم محطه في حياتي، لانه
غنى مع بقى مع عبد القادر الراشدي العديد من الأهل، لأنه هو احتكاكه مع عبد القادر الراشدي، وكذلك وجوده في الجوق الجاوي ديال طنجة، وكذلك في الأجواق الوطنية اللي غيجي من بعد مع عبد القادر الراشدي، يعني غادي 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 يعني غادي تحاول أنه يعطي الشيء الكثير، لأن في مرحلة عبد القادر الراشدي بالنسبة للأستاذ الكبير الأستاذ عبد العثمان كانت كما قال لي مرحلة مهمة في التاريخ، لأنه كما قال واحد النقطة مهمة على أنه يعني كانت مرحلة، يعني هو بالنسبة ليه يعني كما اللي خصو يعرف يعرفوا بأن إيه كاين فنانين غناو لعبد القادر الراشدي الله يرحمه، ولكن بالنسبة لمرحلة أستاذي الكبير أستاذ عبد الحسوني، أن أستاذي الكبير أستاذ عبد الحسوني يعني غنى لعبد القادر الراشدي بزاف أكثر من فنانين آخرين، فالمحطة يعني بالنسبة لي هي محطة مهمة، إذا بغينا نتحدثوا على مشاعرك هذه، لأنها كما قال لي هي أنها نقلة نوعية في مساره الفني، وعطاه الشيء عطاته الشيء الكثير بأنه غادي يغني اغاني اخرى مختلفه، وهذه الاغاني كلها غادي نتحدثوا عليها في البرنامج باذن الله في الريبرتوار ديال الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الواحد، لانني بغيت غير بغيت واحد النقطه نشيرها، يعني رغم ان هذه الاغنيه كما قال للاستاذ الكبير الاستاذ عبد الواحد التطواني على انه كانت لعبد الواحد الصميلي، لكن عندما اختاره عبد القادر الراشدي وحتى لما غنى سمعان احمد وعطاها كما كيقولوا يعني قال بانها يعني كما قال يعني يعني عطاها الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الواحد التطواني، اللي كنشوفه هو ان كان واحد تقابل ما بين الفنانين بثلاثه، يعني كان يعني الاغنيه اللي غناها راه 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 كيصفقوا له وكيحترموا وكيقدروا، هذه هي النقطه اللي بغيت نجي ليها، يعني انه لو طرات يعني هاد القضيه في هاد الجيل ما كانش غيكون واحد العلاقه متينه ما بين الفنانين اللي غناو ديك الاغنيه، فبالنسبه لنا كنشوفوا واحد النقطه مهمه، يعني لما أغنية ما غناهاش عبد الواحد الصميلي وكذلك ما غناهاش اسماعيل احمد، وتعطات الاستاذ ديال الكبير الاستاذ عبد الواحد التطواني، بالعكس شجعوه وفرحوا له وبغاو انه يعني يغني ديك الاغنيه، يعني ما كانش كان واحد الاحترام متبادل، فانا بغيت اللي بغيت النقطه مهمه ان اغنيه الى مثلا كتكون عند فنان معين وكتمشي لفنان اخر، الا تحدثنا على الرواد تيصفقوا له وكيحترموه وكيقدروه، بالعكس داك الفنان كيتبقى ديك العلاقه وطيده بينه وبين الصديق من الفنان الاخر، فعلاقه الراحل اسماعيل احمد باستاذي الكبير استاذ عبد الواحد الطواني علاقه وطيده، يعني ما يعني ما عمرها يعني ما عمر يعني الى ان رحل الراحل اسماعيل احمد، علاقه عبد القادر الراشدي باستاذي الكبير استاذ عبد الغني علاقه وطيده، يعني كنشوفوا هاد العلاقات الانسانيه. السي نور الدين قال ان من ان اذا من احب الموسيقى اني احب الموسيقى والأغنية حتى النغاء، وأبدأوا وتركوا للأغنية يعني وتركوا أغاني غنية عن التعريف، الله يرحم من غادرنا لدار البقاء وأطلع في عمر قد هياد، وأستاذي عبد الواحد التطواني بصمته الخاصة في الأغنية المغربية وشارك في أغاني وانتشارها رغم محدودية الإمكانيات آنذاك، أطال الله في عمره وجزاه الله خيرا على كل ما قدم. شكرا سي نور الدين، فعلا يعني رغم المحدودية في ديك الفترة، ولكن كانت الأغنية يعني استطاعوا الرواد ككل، وكما قلنا حتى أستاذي الكبير أستاذي عبد الواحد الطواني استطاع على أنه يعني يعمل على انتشار الأغنية المغربية سواء في المغرب ولا
داخل سواء خارج داخل المغرب او خارجه. علاش؟ رغم الامكانيات المحدوده كما كنقولوا كان يعني الاغني استطاعوا انهم يخليوها الى يومنا هذا. كاين مشارقه كيغنوا اغانيهم في مهرجانات وفي يعني وفي حتى في الغرب. فهذا الشيء اللي بغيت نقولها انا، اللي بغيت نحط النقطه علاش نهضرت اليوم على ماشي عدتك، هذه غير اللي بغيت نقول نوصل انه شوف يعني كيفاش التلاحم ما بين الفنانين بيناتهم الرواد. يعني رغم ان الاغنيه مشات لفنان اخر ولكن يعني اللي هو استاذي الكبير استاذي عبد الواحد التطواني، ولكن رحبوا بهذه الفكره وكما كيقولوا وعجبوا من الحال يعني، وبقات العلاقه وطيده ما بين هؤلاء الفنانين. فاللي بغيت نقول انه الجيل الجديد المشكل إذا وقع بحال هكا راه الجيل الجديد كنظن على انه ما غاديش تقبل شي فنان على ان اغنيه شي فنان اخر، يعني ما غتكونش هاد سميتو، ما غاديش انهم يقبلوا على هاد الشيء. علاش؟ لان بيناتهم ما كاينش واحد التلاحم، ما كاينش واحد الحب، ما كاينش واحد يعني ان شي واحد الا غنى الاغنيه يقولوا شكرا ولا يقولوا له يعني تبارك الله عليك ولا سم. دائما كيكون هذاك الهجوم بيناتهم الفن في الوسط الفني، وكأنه يعني ما كاينش تقدير ما بين الفنانين الجدد. النقطه الثانيه اللي بغيت يعني كما قلنا على انه يعني انه يعني كما قلنا يعني ما كاينش واحد يعني كما بغينا نقولوا على انه هذه المرحله هذه يعني مرحله مهمه، لانه كما قلنا يعني كما قلنا على انها لان واحد الحاجه مهمه، يعني كان واحد الاحترام ما بين يعني الفنانين، كان دائما كان حتى الاغنيه مشات للفنان اخر يعني كتحاول انها يكون يشجعوه يقولوا اوكي مرحبا فعلا راه غنيتها بواحد الشيء جميل، وكتبقى الصداقه دائمه، وكيبقى رغم اختلاف الفكر ما بين الفنانه والرواد ورغم اختلاف الانماط الموسيقيه اللي كل واحد كيغنيها، ولكن كتكون واحد يعني كتكون واحد واحد التشجيع بيناتهم. تيكون ملي كيكون شي عمل جديد كيكون هذا هو اللي ما كاينش الان، يعني كيكون الى كما كنقولوا الى وقع غير شي حاجه ما بين الفنانين الشباب كتلقاهم يعني كل واحد كيضرب الاخر او كيهضر او حتى انه يعني اذا هادشي بغينا حنا كشباب سواء باحثين مهتمين ولا يعني كما كيقولوا خصنا يعني نتعلموا من مدارس اللي سبقونا، لانها شيء راه فاتونا بزاف الاشياء كثيره. وكما كنقول يعني انا لي الشرف انني يعني كما كنقولوا يعني خديت من مدرسه الشيء الكثير، وهي مدرسه خاصه بالنسبه لي وبنصحها بدعمها في المجال الفني الثقافي. خلاتني نكون واحد وجه شاب مختلف في التراث المغربي. وكنشكروا بزاف استاذي الكبير استاذي عبد الواحد التطواني اللي كنقول له شكرا بزاف على هادشي اللي كل ما كتقدمه ليا من دعم ونصح وارشاد صراحه، لانه فعلا خديت منه الشيء الكثير. انا كنقول نموذج من النماذج اللي انا كنت يعني معها وكيواكبني وكينصحني، فكنشكرو بزاف علاش مهما قلت عليه ما غاديش نفي حقه يا ولا كجميع المدارس الرائديه كنحترمهم وكنقدرهم. فقبل ما نسالي كنقول شكرا كل من يدعمني
من باحثين ومهتمين. وكذلك شكرا للاستاذ الكبير استاذ عبد الواحد الطغاني على دعمه المتواصل وعلى نصحه الدائم، وشكرا لكم جميعا. في الحلقه ربي طوال استاذ عبد الواحد الطغاني غتكون عاوتاني يوم الجمعه المقبل، وغيكون فيها اغنيه جديده ان شاء الله. وغدا ان شاء الله غادي يكون موضوع مفتوح في الثقافه الفنيه، وكنتمنى من الاصدقاء انهم يدخلوا ويناقشوا الموضوع بيناتنا، لان احنا محتاجين ان شباب اللي يقدروا على انهم يخدموا الثقافه الفنيه ويعطيوها ويحافظوا عليها، لان فعلا خصنا هاد الاجيال القادمه تعرف بان يعني تراثنا غني، واننا عندنا اشياء كثيره اللي نقدروا نخدموا فيها الفن، سواء التراث المادي او التراث اللامادي. خويا منير مرحبا، السلام عليكم. ف يعني وكما نقولوا بلادنا غنيه كثيرا، ف خصنا نحافظوا على هذه الهويه الثقافيه المغربيه، سواء في التعريف بالتراث اللامادي اللي عندنا او التراث المادي. ف كشباب واعيين بال يعني معنا خصنا نحافظوا على هذه المدرسه المدارس الثقافيه الفنيه، وخصنا نحافظوا على الموسيقى والانماط الموسيقيه الموجوده عندنا واللي ومقامات واشياء كثيره، لانه سي ابراهيم اتفق معك، فالموسيقى داخل عصر السرعه واضل نفسه. اين الموسيقى اليوم والموسيقى زمان؟ كلمات ولا اكيد كان اختلاف كبير، لان ما تنساش ان الاغنيه الان اصبحت اغنيه تجاريه اكثر ما هي اغنيه الكلمه والالحان. ففي الماضي كان سواء في الرواد ككل بدون ان كان دائما كيبحثوا على الكلمه، عن الشعر، عن الموسيقى، حتى ملي غتبغي تبدا في الاذاعه كانت كدوز في لجنه الكلمات اللي كتحاول ما امكن انها تختار الاغنيه المناسبه اللي غتلحن واللي غادي تبان في التلفازه، اشياء كثيره. اليوم ملي كنشوفوا عصر السرعه، عصر البوز، الاغنيه دخلت في مرحله اخرى، ماشي غير البوز فقط ولكن مرحله ترند اللي غنتحدث عليه هذا الموضوع. غنتحدث على ترند ان شاء الله غدا ان شاء الله كموضوع مفتوح، لان هذا الترند عاوتاني خلق واحد المشكل اخر. يعني ولينا كنشوفوا ان اللي كتوصل يعني الملايير المشاهده هي اللي كتحكم كما يقولوا السوق الفني في الموسيقى، سواء في الموسيقى في الاغاني المغربيه او العربيه. فعاوتاني هذا اشكال اخر، ما كانش كنهضروا على البوز فقط، وانما كنهضروا على ترند عاوتاني، هذا محطه اخرى جديده غادي تجي اللي كتخدم فيها الشركات اللي كتركز على البوز، وهي يعني الثقافه الفنيه اللي كتركز على الترند الثقافي. يعني غدا ان شاء الله باذن الله غنتحدث على هذا الموضوع، وغادي نحاول ما امكن اننا نناقشوه. من جانب اخر ما تنساش ان الان بالنسبه للموسيقى اللي قبل كانت موسيقى ديال ان الدوام، اغنيه الدوام، اغنيه الكلمات، اغنيه الالحان، اغنيه الاشعار، الشعر الغنائي، كان الشعر الغنائي عنده قيمه، كان عنده زاج قيمه، فاشياء كثيره كانت ما كانوش كيفكروا واش هاد الاغنيه غادي شحال دير من يعني من مشاهده ولا شحال غادي دير. لا، كانوا كيفكروا انهم المستمع المغربي شنو غادي يقدموا من انماط موسيقيه. كان مثلا يقدر يدخل يقدر السلام عليكم مرحبا سي فؤاد، يقدر يدخل انه مثلا داك المغني داك الفنان يقدر يدخل النمط الجبلي، يقدر يدخل الملحون في الاغنيه ديالو، يقدر بزاف ديال الحوايج من انماط الموسيقيه المولوده في المغرب. فكان واحد النوع من التنوع، وهذا هو اللي ما يعني اللي كنلاحظوا على انه الشباب اليوم بمن هنا كاين واحد كوبي كولي بيناتهم. يعني الا دار هذا كيدير في اغنيه الصبا غتلقى اغنيه اخرى عاوتاني واحد كيدير نفس اغنيه بلا نفس النمط الموسيقي، ما كاينش واحد التنوع في المقامات. وكاين واحد النقطه الثانيه، وهو كما قلنا تحدثنا عليها، ان
انه الفنان ولا فنان موسيقي موزع كلشي فيه يعني، ولا هو كلشي كيديرو. الا بالنسبه من قبل كان اللي شاعر شاعر، كان اللي زجاج زجاج، يعني كاتب كلمات كاتب كلمات. فبالنسبه لي هذا علاش الاغنيه المغربيه دامت وبقى الان اغاني. واي فنان كيبدا في النمط في الموسيقى كيبدا باغاني الرواد، يعني اول من كيشتغل كيجرب اغاني الرواد، يعني انه من بعد كيدير اغاني ديالو. فهاد الشيء يعني راه الاغاني ديال الرواد غادي تبقى الى يوم دائما، وغيبقاو يردوها جيل بعد جيل. اذا الى حنا اليوم كنحاولوا كنقولوا للشباب حاولوا تبحثوا على الكلمه، حاولوا تبحثوا على الالحان، على النمط الموسيقي الموجوده في المغرب. راه كاين التنوع، كاين نمط، كاين كمان كاين النمط الجبلي، كاين النمط الامازيغي، كاين نمط يعني كاين الاندلسي، كاين الغرناطي، يعني كاين موسيقى اندلسيه، الطرب، الى غير ذلك. كاين اشياء كثيره. مرحبا سي فؤاد. فيعني كما كنقول كاين تنوع، كاين تنوع في الموسيقى المغربيه. اذا علاش حنا ما نوظفوش هاد الانماط الموسيقيه ديالنا؟ علاش ما زائد ما كنقولش انا ما توظفش مقامات عربيه، ولكن يكون واحد التنوع، واحد يعني. اذا راه الموسيقى المغربيه متنوعه، ولا بغينا نحافظوا على التراث ديالنا خصنا اولا نغرسوا في هذا الجيل انهم يبحثوا في التراث ديالهم، ويحاولوا يوثقوه، ويحاولوا يعطيو واحد الراي، ويحاولوا انهم يوريوه بان المغرب راه غالي بالانماط الموسيقيه. كنتمنى على اننا نكون خفيفه الظل، وان برنامج روبرتوار استاذ ديال الكبير استاذ عبد الواحد تونس غادي يكون عاوتاني.